الآن دعونا نلقي نظرة على جهاز الفورس بتفاصيل أكثر. مدخل السماعات، مفتاح التشغيل، لوحة LCD تمكنك من الوصول إلى القائمة لترى كل المعلومات التي تحتاجها أثناء البحث. مفاتيح القائمة والإعدادات، يمكنك تحديد خيارات القائمة بمفتاح أسفل ومفتاح أعلى وتغيير القيمة بالضغط على مفتاح الناقص ومفتاح الزائد، مفتاح ضبط الموازنة الأرضية. عندما يكون وضع المتابعة الأرضية مفعل على وضعية واحد، الجهاز سيقوم بمتابعة التغيرات الأرضية في الأرض بشكل أوتوماتيكي وضبط الموازنة الأرضية بشكل ملائم. مدخل كيبل قرص البحث، مدخل كيبل المقبض، زر الموازنة الأرضية اليدوية أو الأوتوماتيكية، الشاشة الرقمية، قيمة الموازنة الأرضية أثناء عملية التوازن ومعرف الهدف أثناء البحث تظهر فورا على الشاشة الرقمية. العمق التقديري للهدف يظهر أيضا على هذه الشاشة أثناء عملية تحديد نقطة الهدف. الإضاءة الليلية، وتستخدم للإضاءة في الليل أو في الأماكن المظلمة. مفتاح تشغيل الإضاءة الليلية، مفتاح تحديد نقطة الهدف، ويستخدم لإيجاد الموقع الصحيح للهدف.